مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من انت حر. انت حر يعني كل واحد بيختار كل شيء عايزه بكل حريه دون ان يتعدى على حريه الاخرين. كل واحد فينا عنده حق وحريه اختيار. الحق ده قررناه يوم 25 يناير واكدناه في 30 يونيو. اكدنا على حقنا كمواطنين في تقرير مصيرنا. المطلوب مننا ان نحافظ على هذا الحق في الاختيار والحريه في تحديد مين اللي هيمثلنا. عشان كده لازم كلنا ننزل بكرة نشارك بصوتنا. كل واحد فينا يختار اللي شايفه الأحسن والأقدر بحكم مصر. نازلين عشان مش هتتقدم بلدنا إلا إذا دفعنا عن حقنا في هذا الاختيار. وأول خطوة في المشاركة هي الانتخابات. حدش يرجع يزعل بعد كده. كله لازم ينزل بكرة. انزل عشان ده حقك. انت اللي هتدلب صوتك وانت اللي هتحقق حلمك في اللي انت هتختاره. حلم اننا نعيش في أمن وأمان، وحلم أن وضعنا الاقتصادي يتحسن، وحلم أن أولادنا يتعلموا أحسن ويلاقوا علاج أحسن، حلم أن القاهرة ترجع قلعة فنون تقدم للعالم نفسها من خلال الفنانين والمبدعين. أحلام وأمان كتيرة جدا، بس ما فيش حلم بتحقق إلا لو صاحبه جري وراه ودافع عنه. وأنا ليا كلمة كده بقول كل إنسان فينا على قد حلمه. إذا كان حلمك تطلع أستاذ جامعة هتتعب فهتبقى أستاذ، جايز مش جامعة بس هتبقى أستاذ. إذا كان أقصى أمانيك تشتري بدلة هتتعب عشان تشتري البدلة. كل واحد فينا على قد حلمه. عشان كده لازم ندافع عن هذا الحلم وعن هذا الحق وعن اختياراتنا، ونقول للرئيس اللي جاي ايا من كان اللي احنا اخترناه عشان الاحلام دي تتحقق لازم تتعب ونشوفك وانت بتشتغل قبل ما احنا نشتغل. ولو خالفت العهد وخنت الاصوات اللي جات بيك رئيس، تأكد انها هتكون نفس الاصوات اللي هتزيحك من السلطة. وطبعا التجربة الأخرانية يعني خير دليل على ذلك، وأن هذا الشعب كسر حاجز الخوف ومفيش كهنوت دلوقتي قدامه. إذا الرئيس اشتغل والشعب اشتغل احنا مع بعض. رئيس ما اشتغلش وحاول يبقى طايفة على طايفة أو يسرق الوطن أو يبقى فاسد أو ديكتاتور، تأكد أن احنا هنمشيك زي مشينا اللي قبلك. ده وعد مننا وانت حر. النهاردة هيبقى لنا لقاء مع الفنان الجميل الرائع خالد الصاوي. هنتكلم عن اخر اعماله السينمائيه الفيل الازرق ودوره في مسلسل رمضان القادم تفاحه ادم. ازاي شايف العلاقه بين الفن والسياسه؟ هل من حق الفنان يكون عنده مواقف سياسيه واضحه ومعلنه، ولا ده ممكن يبقى حق بيمارسه من خلال اعماله الفنيه؟ كمان ازاي الفن يتعامل مع شخصيه الرئيس بما اننا جايين نختار الرئيس من خلال الاعمال الفنيه اللي قدمت، وهل تناول هذه الشخصيه في الاعمال المصريه الدراميه بيختلف عن طريق التعامل الغرب معاها؟ اكيد بيختلف طبعا، بره في ديمقراطيه واحنا بنقول سنه اولى ديمقراطيه. وكمان مع خالد الصاوي هنسمع شعر لانه شعر رائع، واغاني لانه بيغني. بعد الفاصل استنونا او غيروا المحطه، كل واحد حر. أعرف عن نفسي الكثير. أنا فتاة إنسان يتظاهر إنه على قيد الحياة. أنا يونس في بطن حوت كافر. أنا الذي ينتظر لحظة الإظلام الأخير. يحيى، انت كده كملت 5 سنين انقطاع عن العمل. يحيى، انت كنت فين ال5 سنين اللي فاتوا دول؟ ولا انت اللعب نساك الطب؟ ايه رأيك في 8 غرب؟ 8 غرب النهاردة اقوى سجن متأمن في مصر. دكتور يحيى رشد، حاجة ليه كده بمتهمين جرائم نفس؟ أقل واحد فيهم قتل عيلته كلها بدم بارد.
10 سنين تقريبا ما تقابلناش. بس تصدق لاقي عليك الجو الجديد ده، مصر الشعر والتاتو. انت لسه بتحبها؟ انا على قد ما حبيتها كنت داخل على جواز، على قد ما صابت عليا انها اختارت واحد زيك. مين لبنى دي؟ بتشتغل ايه؟ تاجر بالغار. مين قتل بسمة شريف؟ اسأل شريف. انده امك بايه؟ ده الادم ده مش طبيعي خالص، عنده تاتو وعاوز يشيله في ساعتها. احكي لي عن اسود حاجة. احكي من ورا لقدام. حصيلك يومين بس في المستشفى، حققت مع صديق عمر متهم في جريمة قتل، طردني كلب اسود في احلامي، وفتحت تابوت رقدة في قصة حب ماتت من 10 سنين. اهلا وسهلا، رحبوا معايا بالنجم متعدد المواهب، تمثيل، شعر، غنى، مسرح، سينما، استاذ خالد صاوي. اهلا وسهلا يا خالد. اهلا دكتور، ربنا يخليك، منور الدنيا بحالها. الله يخليك يا فندم، بس بلاش الغنى دي لحسن. لا غنى يعني اللي هو الغنى الجميل بتاع المسرح مثلا، بتاع المسرح وبتاع لا وبتاعه فجومي غنيت حلو قوي يعني في حدود الاداء الدرامي اللي ما احنا مش مطلوبه. انا بحب يعني بحب الحاله بتاعت الغنى، وبعتبر ان الناس اللي ربنا ادالها صوت حلو يعني ايه معاها هديه جامده جدا، منحه يعني عظيمه، كل الناس نفسها تغني. بيبقى حلو لما بتبقى في غنى جماعي او لما بتبقى في حلم عند كل الناس. انت عارف يا خالد، انت فيك حاجه، انت بتحب الصهلله. طبعا صح. أوه. انا بحس كده السهلله، وبحس ان انت اي دور بتاخده حتى لو كان مش طويل بس انت بتحب التشخيص، يعني بتاخد الدور كده. انا فاكر في مسلسل محمود المصري الدور ما كانش طويل بس انت عملت له طعم وروح والشخص العصبي طول الوقت، فاكر الدور ده؟ طبعا. والقطاط لا يعني عملت له حاجه كده بتاع. دورك في الفيل الازرق اخباره ايه؟ اتمنى لكل الزملاء التوفيق طبعا، لانه انا شفت بعناية قد ايه كان فيه تعب، وانا نفسي تعبت معاهم. ودور يعني هو دور ايه؟ دور حد مريض نفسيا حاجه كده ولا دور ايه؟ هو في الخانه دي بس. عشان في ناس قرت الروايه وفي ناس ما قرتش الروايه. والروايه مش هتبقى بالظبط يعني، عشان برضه طبيعي. انا لا طبعا وده طبيعي يعني، وانا ما بحبش قوي اتكلم على الـ الـ الدور لانه بتبقى انا مجهز لك مفاجاه. فمش انا مش عايز احرق المفاجاه، مش عايز احرق المفاجاه. وبعدين حاله المشاهده بتاعت الاطفال وبتقل هي يعني السينما وبعد كده التلفزيون، هي حاله وده لازم احافظ عليه، لازم يبقى في السينما فشار طبعا حاله البهجه الاحتفاليه دي بالعمل بالظبط، وداخل ببراءه وما انتش داخل وريني انت هتعرض ايه عشان انا جاي بتاع. ممكن يبقى ده شغل النقاد، ولازم يبقوا بالعقليه وبالذهنيه اللي منتبهه في بتاع. بس الناس لا، واحنا المفروض ان احنا يبقى عندنا دايما القدره ان انا ننقل من القناه الاولى والقناه الثانيه يعني اتفرج على شغل باعتباري فنان ابقى عندي قدره على نقده، وفي حاله ثانيه لا انا عايز اتفرج. ما هو ده يلا نسهل اتفرج على فيلم. ليه النقد لما بيخش يتفرج ما يخشش الاول كمتفرج؟ يعني انت بتقول فعلا يعني انت المبدعين فيهم بيعملوا كده يا دكتور اظن يعني. انت عارف انا خالد 99% من الاعمال ما بخشهاش في عروض خاصه خالص. بخش اتفرج مع الجمهور يعني، مثلا الفيل الازرق انا ما بخشوش في عروض خاصه خالص لان ببقى في نوع من انواع المجامله لا انا بخش اتفرج مع الجمهور. طبعا في العرض الخاص يعني لو الواحد خد مؤشر منه
هيبني عليه حساباته طبعا هيبقى تمام 100% اللي انت بتقوله ده، لان انا في افلام كتير حضرتها في عروض خاصه عملت عكس مع الجمهور، يعني في العروض الخاصه كانت عاليه جدا وفي الجمهور ولقيت نفس الحكايه. طب ده تاني عمل تعمله يا خالد بعد من روايه ادبيه بعد عماره يعقوبيان؟ اظن يعني ما الافلام يعني كلها كانت سيناريوهات اعدت للافلام فيما اذكر يعني، صح. والمسلسلات احنا المفروض نبدا برضو الفتره دي. ايه رايك الفرق بينهم مهم؟ يعني فرق بين انت تاخد النص الادبي الادبي طبعا. انا افضل اننا يعني ايه الفتره دي عموما في كل حاجه ما لا يجب فرض حاجه، يعني مش هقول ان انا هقوله دلوقتي مش معناه ان انا عايز كل الناس تعمل كده والى الابد مثلا ولا بتاع. طريقه التفكير اللي فيها جمود انا اعتقد انه من الحاجات المهمه قوي في الحاله وبين قوسين الثورية الطويلة الممتدة اللي عملها ايه تتحرك ما بين انها تبقى انتفاضات وصراخ وتلف ودور تبقى مجرد اصلاحات صغيرة وبعد كده تخش لتغيير جذري وبعدين ترجع في وسط ده كله المفروض اننا نبدأ نبص بصة تانية في مهنة كل واحد في مهنته. انا عاجبني جدا على فكرة خالد، انا متابعك على تويتر على فكرة وملاحظ ان انت ابتديت يعني تبقى مركز قوي في شغلك تقول من خلاله وجهة نظرك، يعني حاسس ان انت اصل انا شايف ان في الاول وفي الاخر قيمة خالد الصاوي قيمته يعني قيمتك الانسانية محفوظة وقيمة الانسانية محفوظة، بس عملنا الابداعي انا رأيي ده هو القيمة الحقيقية اللي هتفضل للناس. ودي برضو دكتور يعني بتتعرض شوية لتغيير في ايه كل واحد فينا شايف سلم الموضوع ازاي. تمام. زي ما سلم القيم ساعات بيتغير يعني اثناء الحياه ومع التجارب الكبيره، يعني انا في الاول مثلا في اول حياتي في بروح ادرس الفن وبعمل تجارب وسكك بتقفل قدامي وسكك تاني بتفتح ببقى متصور مثلا مشروع معين بمشي وراه امشي وراه عدد من السنوات بتعدل بعد كده. المهم ان الواحد يبقى شايف امتى هو مجموعه الحاجات اللي بيعملها ده المين ستريم، ده المجرى الاساسي اللي متصق مع اللي جواه ومع مبادئه ومع واللي الناس كمان انا موافق اخد منك بضاعه الممثل في الوقت ده عاجبني كممثل مش عاجبني كشاعر اوكي الناس داخله معاك في الموضوع ده لو عايز لانك انت بتقدم للناس ما انت مش بتعملش عايز بقى هما ما بيفهموش ده قصه ثانيه عايز تطلع بره بقى التاريخ او عايز بتاع انتحار وفي نفس الوقت مش عايز انت تبقى خلاص هو الناس شافتني كده همشي كده وخلاص يعني هتبقى بتحاول طول الوقت تبني مشروعك وتقعد توائمه مع الناس لان الناس ده المتلقي طبعا هتبني على ايه هو لازم تبقى هات وخد مش قعدنا سنين نقول العلاقات التبادليه وكل ده كان مهم مهم ان احنا نمهد له تمام نخش بقى في تنفيذه ان احنا كل واحد فينا في نفسه لازم يبدا على مستوى مهنته على مستوى مشاركته في مثلا العماره بتاعته يعني كنت بتطلع تبص يعني اتحاد الملاك عمل مش عارف ايه المفروض ان احنا نبدا اكتشفنا ان هو مفيش حد يعمل لك الحاجه ضروري نتفاعل وضروري يبقى لك تاثير بالظبط وبعدين ما ينفعش تخش بقى الاجتماع بتاع النقابه وما ينفعش الحاجات اللي هي كانت فضيت من انا موافقك تماما وابتدينا كنا بنوصل على انها بتضيع وقت سياسه بقى وفي ناس والناس هتيأس كل ما تلاقيش وهتاخد فتره طويله الناس تبقى ايه مستنيه حلول حد يعني يحللنا انا جبت نقيب اعمل لي بقى البتاع اللي هو البتاع يعني فهيتخانقوا معايا ومش عارف ايه وبعد شويه هيكتشفوا ان هو لا بص بقى عم النقيب مضلنا على انك انت لما ننتخبك تعمل ده هيكون هم عملوا بقى لجان علشان ضربوا بعض في اول لجنه هتمشي كده لازم نبني المجتمع ده من تحت من تحت من اصغر حد لانه طالما في حد لاكبر حد ومن المواقع نفسها بتاعت الشغل بتاعتنا والاحياء على قد ما نقدر انا ده متصور في المهنه بقى لازم نعمل افكار ثوريه جوه المهنه في طريقه التناول بتاعت شغلنا مش ثوريه بمعنى لا انا فاهم اللي انت تقصده يعني مفيش شركات انتاج دلوقتي نبتدي نعمل سينما مستقله ما فيش يعني كنوع من انواع ده في حد ذاته حل ثوري انا مفيش حاجه اسمها ان انا بقليل الحيله بالظبط هو ده اللي انا ماشي انا كنت في الثمانينات
14 نفر في التسعينات 140 مثلا. دلوقتي في حاله عامه بس خليك عملي بقى وقول للناس كلام يقدر يتنفذ على ارض الواقع واحنا شركاء بقى مع بعض. طالما بتتكلم في ده احنا شركاء مع بعض وهنشيل مع بعض الايه الحمل. فعشان نشيل الحمل ده يعني لازم نشوف بقى مين اللي تعبان الاول. كل ده يتربط مع بعضه بان كل واحد يعتبر ان هو مسؤول في مكانه كبيره قوي في مكانه بقى وموفد في اماكن اخرى للتاثير. ولازم يعتبر ان هو جوكر. يعني انا في الوقت ده انا انت جوكر شخصيا. انت جوكر في حاجات كتيره. وانا من ضمن الحاجات اللي انت عارف يا خالد انت تفكرني بعلماء بتوع زمان. ما فيش حاجه اسمها ابن سينا يعني الدوره الدمويه بس. ابن سينا عن الدوره الدمويه ويعني فلسفه ويعني ادب ويعني تفسير للقران الكريم. فالممثل اللي بيبقى زي كده اللي يمثل مسرح ويمثل سينما ويكتب شعر ويترك كل اعمال الفن اعتقد ده بيديك يعني مثلا دراستك كتابتك للشعر 100% ما تيجي تمثل دور بتفرق معاك كتير جدا ان انت شاعر مش مجرد ممثل وبس مش كده. انا بعتبر ايه انا لازم تبقى في ورشه الفنان ورشه مش مهم ان المكنه تطلع قماش على طول مش مهم ان المكنه تطلع قماش عالي المستوى بس لازم تفتح الورشة وتشتغل بسيستم واي حاجة ان شاء الله هتطلع البتاع وتقعد تشتغل عليه وناس تسمع رأيها مش تتسول رأيها ومش تتعالى على رأيها وتبقى صادق مع نفسك وتقطع الورق وبعدين تقوي مثلا بعد 6-7 اشهر اكتئبت 48 ساعة 3 ايام بس مش هتنتحر يبقى كمل هتكتب قوي بقالك 7 اشهر يعني هتنتحر لو سمحت او ابعد عن يعني انا قصدي ايه انا ده شغلي طول الوقت في تجربه وفي تفاعل وفي انفعال وفي ابو داون فوق وبقى منفعل ومبسوط وبعد كده عندك بقى الشنطه اللي انت رميت فيها البتاع هتطلع التجارب وانا بشتغل كممثل يبقى لازم احط نقط وارجع لها حاجات كتبتها انا حد مثال بس يعني ايه كانه مثلا انا بحب الاساطير تمام ومن الاساطير انه ايه استخدامات السحر والبتاع بس طبعا في حاجه اسمها العقليه العلميه بس انا في نفس الوقت ما احبش احرم نفسي من الخيال الانساني اللي احنا كلنا اتربينا عليه. انا عن نفسي بتجربتي انه لو قعدت تكتب حاجه بينك وبينك كتير وتكتب حلمك وتشتغل عليه وبتاع كانك بتسحر كانك بس انت بتبقى مستعد لده. هكتب انا كل يوم ان انا نفسي ابقى شجاع وانا كانسان بخاف ومش هعتمد على ان انا ولدت شجاع. انا اللي ولدوا شجعان ندره وبيبقوا مش عارفين ان هم ولدوا شجعان فبيبقوا دايما متعالين بس احنا عايزين كل الناس تبقى شجاعه ومبتكره وبتاع لان احنا جايين من تراث مش 30 سنه جايين من تراث ولا 60 ولا لا لازم نشوف احنا جايين منين علشان الناس اللي هي شايفه انه بلاش ايه حوارات ابعاد التاريخيه والبتاع لا اطلاقا. البريطاني بيربي ابنه على ان هو بيقول له انت جاي منين ونشوف انت هتعمل ايه وبتاع وال ال ال كل دول حتى ال 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 الدول الناشئه عربيه او بتعمل محاوله ان تقول انت جاي من هنا خده بقى وايه ورينا انت راح فين فلازم عندك انتماء بس مش الانتماء اللي هو كلنا واقفين نحيي العالم ونغني ونتاع خدوا بقى خطوه بعد انتماء يعني عمل انتماء يعني احساس بالمصلحه المتبادله انتماء يعني انتماء مش كلمه انا عمال اقول له اعمل مهنيتك كويس واحنا نطلع نقول انه المهنيه مش طب انا لازم اعمل المهنيه دي كويس انا نفسي ده انتماء في حد ذاته لازم اعمل كده انا اطلع المحاوله بقى انك تلاقي مداخل جديده وتتفرج على حاجات جديده وما يبقاش الريفرنس او الـ 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 ما ترجع اليه مجرد الافلام بقى عشان ما تتزنقش تاني المرجعيه يعني وبعدين تقعد تسمع بقى كتير انت كنت كويس قوي وجميل فانت يا سلام يا سلام على تروح البيت ده تبقى ايه فاهم فتيجي تاني يوم انت كويس بقى وجميل فما نزلتش تدريب فمش هتجري فمش هتجيب اجوان في شويه حاجات بقى متركه دي كلها احنا عايزين ننتقي
ونشوف كنا حلوين امتى، لان احنا بنطلع لنا لحظات حلوه ما نشكش في نفسنا، منشكش في نفسنا، نشك في الطريقه اللي بنفكر فيها، نشك في القيادات، لكن نملك لكننا نملك امكانيات وهنقعد ايدنا على قدنا. بتعمل ده بقى في علاقتك بمراتك، هتعمل ده في علاقتك باصحابك، هتعمل ده في علاقتك في شغلك في حياتك. اظن الفيل الازرق تاني، انت قلت لي العمل الادبي تعبت جدا فيه. ليه بقى؟ لانه السكك اللي بدور فيها للشخصيه لازم الجانب العلمي وجانب العلمي. حك عارف الطب النفسي برضو هو مش يعني مش بنتكلم على ده، مش لا لا لا، انت بتتكلم في نظريات كتير منها لم يثبت وكتير منها مجرد احتماليات ومجرد تمشي بقى مع انهي وتاخد من انهي مقدار، لانه برضو احنا مش من هنا ورايح. انا رايي ما فيش حاجه اسمها ايه خد الكتاب ده مش وراه، لا مفيش كده خالص، مش هنعرف لان احنا ورانا كم من التراث والبتاع بتاعنا، والغرب قال حاجات كتير قوي مشينا وراه احيانا دلاديل دون تفكير، وعايزين ننحت كلمات زي ما هو نحتها رغم ان هو يعني بيعمل حاجه تانية. فاهم قصدي؟ فده معناه هنعمل ايه بقى احنا في القرن؟ احنا داخلين على القرن اللي حاجات كبيره قوي بقى هتحصل. لازم هتحصل حاجات كبيره عشان طبعا نظام عالمي يعني بيتغير وبيتستف من اول وجديد وهكذا. لو انا فضلت حاسس ان انا ولا حاجه في ده يبقى انا مش هقدر اقدم اي حاجه، الناس دي كلها هتحبط بعد كده، واقول لك شوف هم فين واحنا فين. لا هم عملوا حاجات كده، مش بالضروره نعمل كمان زيهم كده. عايزين نفتح على اننا نبتكر. انا ده رايي اهم حاجه. طب انت ابتكرت في الفيل الازرق من وجهه نظرك؟ انا قدامي بقى دلوقتي امشي مع الشخصيه دي في ثلاث شخصيات جوه شخصيه، همشي ورا نظريه معينه جوه الفيلم نفسه بيتحضر اللي هي المالتي بيرسوناليتي مثلا، شخصيه متعدده الابعاد اللي بتطلع بالصوره اللي بتطلع بيها في الافلام جوه الفيلم نفسه، ضحض علمي على طرح علمي مثلا. فما فيهاش شعور كده، ضحض علمي على طرح علمي يعني شك في الطرح العلمي الموجود. فانا كده يبقى لازم اخد لازم ازق خالد مع المخرج ومع الكاست كله على بعضه طبعا، انه ازاي اخد بالمقادير دي من غير كمان هو ما يحس ان خالد يعني جايب له 14 كتاب. احنا لازم نشتغل طول الوقت. ده اللي انا اقصده. انت شايف ان نوعيه الافلام دي يا خالد في ظل الظروف اللي احنا فيها دي تقدر الناس تحبها؟ في خطوره تقييمك كده، تقييمك في خطوره في التفكير بالطريقه دي. اقول لحد قبل ما تعمل فيلم تقصد؟ يعني لو فكرنا بالشكل ده قبل ما نعمل فيلم مش هنعمله؟ ده اللي انت عايز تقوله ولا عايز تقول ايه؟ هندي الفرصه ان يعني حضرتك مبدع زائد منتج، لو وعندك القدره انك تنقل بين بين الجناحين مثلا دول، لانه احيانا بيتعارضوا، واحيانا بتحس انك انت ممكن تبقى منتج شاطر لولا عرقله السيستم الانتاجي، وانه بس لو حطينا العقبات الاول هنلاقي نفسنا بنفكر في الحدود دي. تمام، احنا عايزين نبقى عندنا جنون وتخيل فنتفق مثلا تيجي بكلم دلوقتي بقى بتاعت العدل المبدع، هبقى بجنب على قد ما اقدر وانت بتحاول تجنب ده. تيجي نعمل ايه وهيبقى مجنون اول فكره نحبها احنا قوي ونؤمن بيها قوي. نبدا بقى نشوف هنعمل القصه بتاعت التمويل ازاي وازاي هنخلي الناس تحب ده ونسمع منه. لكن لو انا اعتمدت هتجيلي تقارير واقتراحات مش مدروسة ومش علمية وان الفيلم ده مش هعمل مثلا حاجة، يبقى مش هعمله. هيقول لي المنتج اللي دخل علينا اللي هو مثلا فاهم سين او احنا كنا قاعدين في بنناقش الموضوع فدخلوا، هيقول لك اوعى ده انت مش فاكر لما عملت ده. اوعى ليه؟ لانه هو مش وحش، انما هو بيشتغل في السيستم وحش وبقاله سنين. طب احنا عايزين يعني ايه احنا واحدة من الصناعات اللي في القليله جدا في العالم اللي بيشاهد خارج القطر بتاعنا. امريكا بتعمل فيلم شاف العالم كله، الهند نفس القصه، ومصر هي الثالثه. بس احنا عمالين نكمش طبعا، بنكمش في الارض الزراعيه طبعا، وبنكمش في كل الميه وزي ما بنكمش في قدراتنا الذاتيه والاستراتيجيه والبتاع. ماشي، مش هنقعد نعيط، يبقى ايه هنبدا نعمل الحاجه اللي نعمل الحلم معين. انا لازم يبقى عندي سلاح بتاعي
ما اعرفش بقى انا هاخد قد ايه وقت، لكن بالتاكيد لازم عندي، ولازم ابدا بقى ان شاء الله ان احنا هتجيب طلقات مصري. شغل عيب ان انا اقول له لا لا ما تدينيش الطلقه المصري، بس تديني التشيكي فيه. او فلما بتجيب الحاجات التانية بتبقى الصيني فيه. دي طريقه تفكير بتقول احنا اقل من اننا نعمل المغامره. يعني احنا في 200 سنه عملنا مغامرات مع سلطات. اختيارنا جه يعني ايه اضطراري شويه، بس عملنا، بس عملنا طبعا. محمد علي وهو بيعمل الجيش المصري كان اخر حاجه يعملها ان هو يلجأ للمصريين، يعني فلاحين ومش عارف. جرب ال 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 فاكتشف انه معاه ولاد البلد وده. وهو بنى على انه لا منه فيه، لانه عايز يعمل ترمين مستقل. تمام. في الفتره اللي نقدر نعتبرها يعني مشرقه او في الجانب المشرق في محاوله التنميه المستقله في المرحله بتاعت عبد الناصر. ومش هينفع اننا كل شويه نهيل التراب على لا 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 في ده ولا في اي وقت السينما ولا في اي صح ولا كنا هنعمل طياره في مش عارف ايه. ايه اللي وقفنا بقى في ده؟ لانه احنا مش هنقبل برضو. انا بتكلم على نفسي، عن نفسي، وانا سامع اصداء لناس كتير قوي بتعاطف بتفاعل معايا، اسف، مش هنقبل ان احنا نبقى اللي بيكملوا علبه الدبابيس. اطلاقا مش هي دي الطاقه اللي جوه المصريين، ولا دي قدرات المصريين الخلاقه انه يقدر في الاخر يبقى هو بيعمل الزرار والباقي بيعمل البدله. وعشان نبدا من ده لازم احنا نبقى شايفين نفسنا كويس، احنا بنعرف نعمل اروع الحاجات واسوأ واحيانا احط الاشياء. نبدا بس كده يعني. انا ممكن في لحظه حسب السيستم وحسب ازاي بتشتغل ازاي وعلى حسب الطموح الشخص اللي حاسس ان هو مهان وذليل وكذا بيشارك في اللحظه دي بامل وتفاؤل. فمفيش سرقه مع وجود ملايين، ومفيش تحرش، مفيش فساد. فجاه مع بعض الاحباطات ومع بتاع تبقى انت في التحرش نمره 2 بعد افغانستان. وفجأة يجي أمل تاني يتجدد، فيبقى ملايين في الشارع ومفيش حاجة حصل، مع أن هم نفس الناس. فيبقى احنا هنبطل بقى في الشغل وفي السياسة وفي الفن وفي التمثيل وفي البتاع أننا ناخد الحاجات من على الوش ونسمع التكسير المقاديف. وده في مهنتنا هنبقى بننقذ اللي موجود الأول. عشان نعمل ده، رجوعا بقى لحضرتك، يبقى لازم نعمل أفكار مغايره، نعمل على اساسها تمويلاتنا وتمويل مشاريع. انا موافقك جدا. وبعد الفاصل انا هناخد فاصل وهنرجع نتكلم على الفن والسياسه وتفاحة ادم، وازاي نقدم الفيل الازرق بشكل يجيب جمهور، وممكن تقدم ابسط الاشياء بشكل ما يجيبش جمهور. استنونا بعد الفاصل ونرجع لكم ان شاء الله مع الاستاذ خالد الصالح. رجعنا لكم تاني ومعانا تعليقات المتابعين البرنامج على تويتر وفيسبوك. محمد يوسف بيسألك يا استاذ خالد، عايز اعرف رايك في روايه الفيل الازرق، قد ايه متغيره عن الفيلم؟ هل في تغير واضح عن الفيلم؟ يا استاذ محمد يوسف، يعني هنتحدق على بعض يعني. مش عايز احرق المفاجاه. لا، هل في تغير فعلا؟ مفيش تعارض. ولكن هقول لك استاذ محمد، الاستاذ مروان واحد من المخرجين اللي عندهم رؤية وعنده مهارة. بالنسبة لنا المهارة في البنى أهم من المهارة الايه التقنية بعد كده. انا موافق جدا جدا. انا يعني معلش، انا بس هطرح وجهة نظري، كنت بقولها للولاد الصغيرين، اي مخرج ممكن يبقى عنده يحط الكاميرا فين، بس وجهة النظر في الحياة هو ده المخرج الحقيقي والفنان الحقيقي. اتفضل يا استاذ. والمخرجين متنوعين زي الممثلين زي يعني ومفيش حاجه اسمها حد احسن من حد. بس كل واحد لازم تديله الاطار بتاعه السليم، وهيبدع قوي في حته معينه وهيبقى عادي في حته تانية، او بيجرب او لسه مش. مروان حامد بالنسبه لي انا اهم حاجه ايه؟ من اول ما بيكلمك وبيعرض عليك، فبتبدا تشوف مش فيلم، تبدا تشوف
رحلة معانا، اهداف صغيرة بتوصلها، فبترسم قدامك مشروع. تمام. تبني عمارة. فبيقول لك الرواية في ثلاث اربع تسطر عشان تفهم هو شايفها منين. اوكي. وعلاقتنا الحمد لله انا قوية، لانه فعلا هو يعني قدرت اقعد معاه بقى وهو بيفكر ثلاث اربع حاجات تانية كمشاريع اوكي بيخش عليها من زاوية معينة ومش نمطية على نفسه، يعني هيغير من هنا الزاوية اللي ده بص ده. تمام. بس هو عارف رايح فين، وده كان مهم. وكمان احمد مراد لما هو مروان اتفقوا ان هو اللي هيكتب السيناريو. انا عارف ان هو اللي كتب السيناريو، فداخل على التجربة ومتحسب لها هو، ولبس بقى قميص السيناريست اللي هو بيعرف يعني انا هشيل من ده وهشيل من ده، مش هقدر احط الدنيا كلها في ده. فبينسقوا مع بعض رؤية واحدة تبقى سينمائية ذات اصل الرواية. طب انت شايف من وجهة نظرك ان احمد مراد كان الافضل ان هو يشتغل على الرواية هو شخصيا، ولا كان يبقى زي مثلا استاذ وحيد حامد لما عمل عمارة يعقوبيان الكتابة المحترفة دي بتاعت السيناريو؟ ما هو ده الباقي على حسب الاستراتيجية اللي بيفكر فيها المخرج، او اذا كان المخرج مجموعة او يعني تيم صغار مع بعض، زي الورشة الصغيرة كده. انا بالنسبة لي لازم كخالد اشتغل على استاذ وحيد واشتغل مع احمد مراد وهو بيبقى سيناريست. يعني هستفيد هنا وهستفيد هنا. هنا السوق هيستفيدني اكتر بقى في اننا نبقى يعني لو عشان كده قلت لحضرتك من شويه لو حطينا الـ الانتاج هنبقى دايما بنتكلم ايه، احنا معانا كذا وضامنين يا عم ان احنا ايه استاذ وحيد يبقى هتبقى حجبت حد تاني برؤية تانية بحد فريش وهكذا. يعني هتلاقي الاستاذ وحيد نفسه عايز ان هو يطلع ناس طبعا تانية. طبعا ديفنت هو نفسه استاذ وحيد بيجيب مخرجين جداد ويشتغل معاه وهكذا طول الوقت بنعمل كده. لازم نحاول نعمل التوازن ده، بس المشكلة هنا ان انت ما عندكش مركزية في وضع الاستراتيجية لا بين المنتجين ولا بين الفنانين. هي كلها تجارب فرديه وشجاعه منتج من وخوف منتج تاني وهكذا. يعني طول غرفه صناعه سينما بقى المفروض ان هي تعمل ال اي حاجه. يعني يعملوا اجتماع ويحطوا فيه ورقه واحنا الورقه دي تفتح في دماغنا افق جديد. او نتمنى اللي انت بتقوله ده يا خالد، لان العمل الجماعي اساسا مفتقد انت عارف في مصر. لا احنا بقى نقول للمنتجين وحاجه مثلا ممكن ده انه يعني زي ما احنا بنحاول نعمل وبنفشل وبنتهى لازم تعملوا حاجه في غرفه السينما ونزلوا بقى اداره وطلعوا اداره، فاهم قصدي؟ كلنا في المواقع بتاعتنا، لانه هنروح فين؟ احنا خالد يعني كان في اجتماع قريب ومع حد من المسؤولين يعني، وكان بينتقد الاعمال السينمائيه اللي مش كويسه، فاحنا ردينا عليه قلنا له الاعمال السينمائيه كويسه موجوده، بس خلي الدوله تحس يعني ايه سينما، خلي الدوله تدينا اماكن ببلاش عشان نعرف نعمل افلام محترمة وفي نفس الوقت ما ندفعش فلوس كتير قوي وما نعرفش نجيبها، فنتوقف او نحجم عن الانتاج. يبقى احنا لازم نشتغل في اكتر من طريق، بس انا برضو عندي تحفظ كبير على فكرة ان هو اللي هيسمي الاعمال الكويسة هو المنافس. يعني احنا دلوقتي مجموعة منتجين، انا رأيي ان هم لما يقعدوا مع بعض لازم يكون بيشوف ايه اللي نقدر نعمله فتنشط السينما في حدود معينة، فيها شمال خالص وفيها يمين خالص في الحدود بتاعتها، ونتفق على يعني احنا في مرحلة تأسيس كل حاجة، ما ينفعش فنانين على منتجين لان عندهم القدرة يطلعوا على الشاشات قبل ناس او التانيين بكلام وحش قوي لما يجوا يكلموا، دول منافسين وكل ده السوق بتاعنا. لو صدرنا مفاهيم شبه انه اخلاقيا، لا 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 مش موضوع اخلاقيا، احنا بنتكلم في ايه، هو بيعملوا كده وبيصطادوا في المال اكرا احيانا. لا لا انا معاك، بس احنا بنتكلم في منطقه تانية خالص، بمنطقه ان انا دلوقتي عندي تجربه فيلم زي الفيل الازرق ده، لو ده مالوش منتج واحنا من وجهه نظرنا شايفين ان هو فيلم مغاير ومختلف، اما اجي انا اروح اصور الفيل الازرق ده في مطار القاهره فاقول لي هاخد منك في الساعه 10,000 جنيه، تمام؟
يبقى انا في الاخر مش هنتج الفيلم ده، لو انا راجل منتج عادي مش هنتجه. فانا بقول، فانا بقول للدولة عشان يبقى فيه طول عمر في امريكا وهنا وفي كل حتة في افلام ذات نوعية جيدة جدا تاخد اوسكار وتاخد خش كان، وفي افلام اقل، يعني النوعيتين لازم يكونوا موجودين لان دي طبيعة السينما في العالم كله. مش كده؟ فهمت قصد حضرتك. آه. بس ما تيجي تبر نشوف برضو لو رحنا للدولة ونطلب ده، يبقى احنا نسيب يبقى الدولة تعملش الفيل الازرق، لكن تعمل الفيلم اللي ما بيتعملش عن لا العبور. موافقة، انا بتكلم على الفيل الازرق عموما. انا بتكلم ايه مشكلة مصر في انها تعمل فيلم عن العبور؟ ولا في اصلا احنا مش هنعرفها دلوقتي، ولا في حد من مصلحته حاجة، ولا احنا كلنا كده بال 100 مليون دول ما نعرفش نعمل عن الفترة، بلاش العبور اللي حرب الاستنزاف، في الاستنزاف، وعن الابطال ده، وعن لما كان المصري مش ناوي انه ينهزم، يستسلم ولا ينهزم. طبعا في مشكله عندنا. طب مش قادرين نعمل عند ثوره 19 غير المسلسلات اللي احنا وكلنا في الفرميدة وفي المقفول ولا بتاع، يعني مش احنا عندنا. طب ناخد بقى الحاجات اللي هي تنفع تبقى قوميه من غير ما كلنا نشيل. فاهم يعني بيرل هاربر، ما فيلم يعني. انا على فكره اصلا عشان دخلت في تجربه نعمل فيلم عن حرب اكتوبر دي وجبنا ممثلين من بره وعملنا، كان مروان حامد بالمناسبه اللي عاملنا السيديايه اللي بنقدمها علشان نعمل فيلم عن حرب الاستنزاف ينتهي باكتوبر، وكنا شايفين ان احنا لا نقل عن اي ناس في العالم، نقدر نجيب تكنيك ونقدر نعمل فيلم عالمي ونتكلف، وكل الفنانين اللي اتعرض عليهم الناس كلها قالوا احنا هنيجي من غير فلوس بس عشان نعمل الفيلم ده. اشياء كثيره مش عايزين نتكلم عنها يعني دلوقتي، لكن هي اشياء بيروقراطيه واشياء بتخش في تفاصيل كثيره جدا. واحنا على فكره الطرح اللي حضرتك بتقول يا استاذ خالد احنا طرحناه في القعده دي، ليه ما بقاش في 20 فيلم عن حرب اكتوبر؟ احنا انتصرنا كم انتصار في التاريخ عشان ما نعملش عنهم افلام، او نعمل بقى خطه مثلا. ده وارد، وممكن نعمل خطه مشتركه ويتناقشوا اللي جاي. الفكره مش اننا دلوقتي عايزين نهد، تمام، عايزين نبني. بس في نفس الوقت في هتقولي انه انا عندي مشاكل كبيره قوي في هذا الصندوق المعين، يبقى خلينا نبقى متفقين مش هنعمل حوار سري. احنا قدام الناس بنقول ان ده مؤجل لحين كذا، بس احنا عندنا حاجات تانية تدعم الاحساس بالثقه اللي مش من الهوى واللي مش من الزغاريط والطاب. اشياء معينه في تاريخنا تسبق، ومش بالضروره حاجات سياسيه، ومش بالضروره حاجات حربيه. ولو خدنا قصص بعض الناس اللي عملت، يعني لو مشينا مع جمال حمدان، ولو مشينا مع علماء، ولو مشينا مع محمد عبد الوهاب اللي هو بيحكي بعد فتره وحاجات موجوده. طبعا طبعا، يعني الموضوع مش واضح من اول ما الراجل بتاعه يركب على الحماره ويديه في الترعه. لو مشينا مع ده، ومش هيبقى هدفنا يعني نعمل خطه ما ده، ونعمل خطه تانية نقول ده بقى اللي هي الافلام اللي هنجرب فيها ونبدا هل الناس هتيجي في الاجتماعات في ميعادها؟ هتيجي في الاجتماعات التاني؟ مين الناس؟ اللي احنا بنتكلم اي حد دلوقتي، يعني يلا نجيب الفنانين او يلا نجيب المنتجين او هنروح للجهات اللي معنيه. احنا عندنا مشكله في الاول خالص، يعني يعني النفس القصير وفكره انه العمل الجماعي، عندك مشكله في العمل الجماعي، وخالد اتكلم كويس في البتاع هيكمل هو كده واحنا على التليفون. احنا مش واخدين لسه المسؤوليه بتاعت انه لا انا هصلح وهبقى مشارك وهبقى موجود. فكده هنقدر هنعمل اطنان من الرغي والتوصيات، فاهم قصدي؟ وممكن نبدا بحاجات صغيره، ممكن يبقى مشروعنا خمس افلام ثلاثة بس، نمشي نبتدي العجلة تدور. العجلة تدور، ونبقى عارفين انه لما يجي واحد يعمل فيلمه للشباب الصغير اللي لازم تتفتح له طاقة. بس لو مشيناها، في مشكلة عندنا. انت عندك آلة الدولة قديمة جدا في مصر، وبيتضاف عليها ما بيتشالش منها. زي احنا ايه بنميل كده، احنا عندنا البيوت بتاعت العيله الكبيره. في اوضتين ثلاثه لو انا طلعت لك الحاجات في اي بيت في مصر. بس احنا ما بنرميش، واحنا بنخاف من التغييرات الجذريه. وده مش وحش ومش حلو، هيتعمل ازاي وبتاع. انت عايز تفكك وتبني وتيجي في حتت معينه تنسف، وفي حتت معينه اوعى تقرب من ده.
طيب ده مش محتاج لاسهامات بقى واجتماعات ومحتاج افكار وبرين ستورمنج وعقول تتكلم وتتناقش ونعرف امتى نرمي وامتى ما نرميش والناس اللي هتشارك دي هتبقى عندها القدرات التنفيذيه ونغيرهم بقى كل ما احنا ما يبقوا متخلفين عن الرجب. يعني انا شايف ان التجربه اللي مثلا على سبيل المثال اللي حصلت في الفنانين وفي الشباب بالذات وبالذات فنانين الاقاليم في وقت وزاره الثقافه في ال 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 القاعده اهي ودخلت ايه هي التجربه يا خالد في وزاره الثقافه في الفتره اللي الناس اعتصموا وزاره الثقافه اعتصام وزاره الثقافه اللي كنا فيه هو ده موقع يعني هو عايز يبقى مهم ومش هيقدر يبقى مهم الا لو اتحط في الخريطة العامة يعني يعني على الأقل يقعد وزير الثقافة يقربوا بس شوية من من مركز الاهتمام ده يتحول لي أرقام يعني كم في المية احنا هندخل للدخل القومي. طب انت يا خالد معلش هقطعك كده انت لو وزير ثقافة انت خالد الصاوي تعينت وزير ثقافة شايف ايه الاولويات اللي ممكن تتعمل دلوقتي اهو علشان حال الثقافة في مصر يتغير نحو شكل ايجابي يتواكب مع التغيرات العقلية والسياسية اللي بتحصل في مصر. انا مش عايز ابقى وزير ثقافة. لا مش انا عارف ان انت مش عايز ابقى وزير انا بقول لا وانت في مركز الوزير. مشكلة ان هو المراكز نفسها المناصب نفسها مقيدة. تمام. مقيدة بايه؟ بعضها مقيد بالقوة اللي فوقه من الوزارات الاخرى. تمام. يعني هيجيله ان هو يعني هنا في خط احمر وانت هتاخد 1-2% لو انا قبلت ان اقبل وزير اللي هنبدأ بواحد ولا 2% فبقول له طب ساعتك اللي بتاعه هو لا ده هنخليه عشان مش هنعمل وكده يبقى انا داخل اعمل ايه مش عارف اعمل حاجه. طبعًا. لكن الهبه اللي حصلت انا بدي ادي بيها مثال قالت ايه؟ قالت ان من الممكن ان جماهير الموقع نفسه من العاملين بالموقع نفسه تبدا تقول انا لا ارضى عن فلان هذا بدات بان هم قالوا شخص وزير الثقافه بس هو مش اتفتح بقى بداوا يفتحوا في يعني بدا في عمليه صغيره فايه لا ده احنا لازم بقى نشيل انه انت لازم تخش الحاجات اكثر جذرية المواقع بتاعت وزارة الثقافة اللي موجودة فهتحل مشكلة وانت هتحل مشكلة الناس اللي بتشتغل في وزارة الثقافة في الاقاليم بس مش باعتبارك راعي ليهم لازم هم يكونوا موجودين ويقولوا هم اصلا مشاكلهم ايه. يعني انت شايف ان انت اصول الثقافة في الاقاليم هذه التجربة اللي كانت رائدة في الستينيات شايف ان هي معطلة دلوقتي وما بتعملش دورها مثلا فلو احنا بس لو مشينا بقى مع ان هو ايه هنجيب منين لا سيبك من هنجيب منين طب ايه بقى الحل هل بتطلع الطاقة الذاتية اللي موجودة جوه انت شايف ان في فنانين كويسين جدا في الاقاليم مثلا طبعا مش واخدين حقهم ده اللي انا عايز بس برضو انا مش بص حاجة لو ما اتطرحش وبشكل واضح في كل مستويات وفي كل يعني في كل مستويات اللي القرار الشعبي والرسمي انه الثروه في مصر جايه منين و هتتوزع ازاي بشكل يدي فرصه للجمعيات نفسها من خلال تنظيمها لنفسها انها تشارك. هتقول لي ان ده كله تم والدستور برضو الطرق اللي هي بتلم الناس فيها وتستكتبها على حاجه وتمشيها وبتجيب فيها ادارات تقعد 4 أو 5 يعني الجماهير مدعوه لانتخاب وترشيح ناس هتمشي على منهج هم اصلا مش موافقين عليه الجماهير. يعني لازم تخش هتقول لي 1% و2% مثلا وزاره الثقافه طب هتعمل ايه انت بالده؟ لازم نسال اول اسرائيل بتعمل ايه وتركيا بتعمل ايه؟ انا لسه كنت عايز اقول لك ايه التجارب المماثله بتعمل ايه في الثقافه؟ يعني احنا شعب المفترض ان الثقافه هل انت شايف مبدئيا الثقافه شيء حي ومهم بالنسبه لمستقبل هذا الوطن ولا لقمه العيش الاول نهتم بيها زي ما الناس بتقول بعدين يا عم نبقى بص في الثقافه بعد كده ولا انت شايف ان هم يمشوا مع بعض؟
هو انا عايز ايه من اي حاجه الاول يعني تمام. انا دلوقتي عندي مشكله اسمها انه انا كنت سلة القمح للإمبراطورية الرومانية يعني أنا لو تبص كمان للنهب اللي مني مثلا كام ألف أرداب كان بياخدوا مننا الأشوريين وبعدين الفرصة زادت وبعدين الروم بتاع أنا يعني ما عنديش قمح أو يعني أنا إيه بالظبط الموضوع اللي بيخلي مصر احنا ماضيين على حاجه ما نعملش قمح يعني ولا ماضيين على حاجه ايه مشكلتي انا في ده ازاي انا ما عنديش قمح ازاي انا ما عنديش سلاح ازاي انا ما عنديش صناعه الثقافه هل تقصد تقول ان هناك اغلال بتكبلنا نتيجه معاهدات ما بتمنع حريه استقلاليه القرار الاقتصادي انا بقوله يقولوا ايه يا خالد انت بتتكلم كلام فارغ وانت عندك اوهام الموضوع كذا يا اما عندنا ونحله بالطريقه الفلانيه لانه انا كمان في حاجات انا هفضل انا دوري اسال ودوري ان انا احاول ودوري احفز طلب مني حاجه اقدر اعملها هعملها انما ما تبقاش الحاجه اللي مطلوبه مني اللي هو تعالى بس على جنب سهله بتاع ونقدر ظروفنا وصباح الفل مش هيحصل كده لا ما ولا عد هينفع على فكره ولا عد الناس هتتقبله ما فيش تمام فانا احنا عايزين نسال اسئله بقى جذريه انت مش مستغرب معايا يا دكتور حضرتك راجل علمي يعني انه في بترول على شمالنا وبترول على يميننا بس ابن اللذينه بينط سياسيه وفاهمه بيجي عندنا وما يعديش يعني انا كواحد ما فهمش في البتاع بس عندي نشره بقراها عشان افهم الجيولوجيين بيتكلموا في الحته اللي انا افهمها وانا بتاع يعني حلوا لنا الموضوع يا جماعه بشكل واضح يا عندنا بترول يا عندنا معوقات ان البترول ما يطلع قول لي بقى المعوقات ايه لا هتطلع مثلا الميه يبقى انا عندي ميه تحت لكن لو انت هتقول لي كده يبقى طيب في هل في ناس قبضة مثلا بقى لها فتره علشان انا ما طلعش بتقول عندي عشان دي امه من الممكن انها تعمل تنميه مستقله لا عيب بتقول الكلام ده عيب اقول الكلام ده الله طب هو مش عيب ان انا مش عندي سلاح ومش عندي بترول ومش عندي قدره على الميه يبقى لما نيجي نتكلم في الثقافه نربطها بقى بده انا مش عايز اعمل حفلات ثقافيه انا عايز الثقافه اشوف ايه الدول اللي حاطه الثقافه على جنب اللقمه وجنب السلاح لانه لو قالش الثلاثه دول يا اما نعترف يعني نقول ايه تعالوا يا جماعه بصوا احنا نلموا بعض احنا حاولنا بقى لنا 200 سنه جدودنا يعني حاولوا 200 سنه ضد الاستعمار وعملوا ثورات وبتاع الحقيقه ان هم عملوا اللي يقدروا عليه واحنا كملنا وتعبنا قوي فاحنا خلاص هنبيعها بقى خالص وناخد نموذج زي تايلاند مثلا وهنبقى كلنا بتاع فتقولي لا احنا مش كده طب عايز ايه عشان كل حاجه ليها تمن عايز تبقى محترم وعايز تا وعايز تبقى مستقل كده. وعايز تبقى لما نبدا كده يبقى انا مش عايز ابص بصه مش تجميليه وتلميعيه للاشياء انت عايز ثقافه توصل انهي ثقافه ومين هيوصلها والجماهير دي مش زكايب عماله تتملي لانه يطلع يقول لك ايه احنا هنمنع البتاع احسن يوصل للجماهير انت مين يا عم يعني انا دلوقتي انا مواطن وانت مواطن زي واحد لحق الاول اتكلم عن فيلم وعمل بتاع ووزراء مرعوشين وبتاع خالد يعني انت ضد منع فيلم حلاوه روح انا ضد الاسلوب تمام اللي من غير ما اعرف ده من غير ما تشوف الفيلم من غير ما اشوفه بس لو انا منعت بال 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 بالرباطيه بان احنا نلم بعض والبتاع الاولاني يبقى انت كده هي بالظبط نوع من البلطجه الى جانب المعيله يعني دي مش اول مره في ثلاث اربع مرات ورا بعض بيطلع اتفضلوا احنا هنعمل حاجه يعني طالما وافق لك على الفيلم المفروض يعني تعرضه لو هو عنده مشكله في عرض الفيلم وان لا انت ما التزمتش بالبتاع طب انت مستني 4 5 6 7 ايام او بتاع ان الناس تعمل كده الاسلوب ده مش هينفع في اننا نحترم نفسنا واحنا بنبني انا ما عنديش مشكله انه مش بتكلم في الفيلم انا بتكلم في الكونسبت عموما يعني عايز احنا انا مصري جدا انت مجتمع يميل الى المحافظه طبعا. وفي نفس الوقت مفتح يعني ومستنير اعمل اللي هو المناسب ليك ايه المناسب ليك انا بقترح الورقه الرقابه العمريه وبص يا عم 21 سنه مش 16 بقى 17 ليك عندي حاجه بعد سن 21 وانا اقدر اورث وورث وانتخب وارشح وهترشح وكل ده عشان تشوف انت فيلم قبلي
فتقول عنه شوفه وما تشوفوش. طب ايه رايك في حكايه الرقابه المجتمعيه، لجنه الرقابه المجتمعيه اللي عاملينها؟ لا ولا اي مواطن يفتكر ان هو اهم من مواطن تاني. امال انت بتجيبهم ليه بقى في الانتخابات وتقول لهم عزيز المواطن؟ عندك حريه المشاركه بعض. ده المواطن ده اللي هتبني عليه البلد. وعشان تبني عليه البلد يبقى هو الانسان الصغير ده اللي اداله اهتمامه كل الناس، اي حد بيديله اهتمامه. مصطفى كامل، محمد فريد اللي كان بيهتم، بيقول اللي كان بيحاول انه يستنهضه هممه وطاقته وروحه. عبد الناصر في طاقته في ظروفه بالاخطاء اللي حصل كل ده. انما انا ملاحظ ان احنا داخلين على يا جماعة يعني احنا في ناس بشوات وباوات وافندية وكاركترات وكومبارس. لا لا، لان انا تحدياتي كبيرة. مش تحدياتي دي اللي هي المزيد من الانتاج، لازم انتج. وفي نفس الوقت انا مسرح عمليات ومسرح الصدام مع الامبريالية. تمام. واذا احنا فاكرين ان احنا علشان ضربنا كتير يبقى ده معناه ان احنا رمية، يبقى احنا مش بنعرف نقرا التاريخ. وقراية التاريخ مش 14 كتاب. قراية التاريخ ان انا رايح اخد ايه منه يفيدني في اللي انا هعمله ده بالنسبة لي. اما الاروقة الاكاديمية ده موضوع تاني. فحص ومحص في التاريخ زي انت عايز. يعني وبتاع انا فكر بطريقة تانية، انه انا دلوقتي راح اجيب ايه من التاريخ بتاعنا علشان اعمل ايديولوجيا شكلها ايه تفيدني في المعركه اللي جاي. احنا مش عايزين نصدق علاقه التاريخ بمستقبل الناس الحقيقي اللي باللحظه اللي انا فيها. فانا دلوقتي يعني مش عايز اقول لك 7000 لا 200 سنه. مش هقول مش عايزين نرجع ل 200 سنه ومستكترينهم يعني. عيب بقى. لانه في 200 سنه دول انت كل ما تعمل جيش يتضرب، دي بصدفه مثلا؟ لا طبعا. طب مين اللي بيضربه؟ بتضربه القوه الامبرياليه وعملائها. وعملاء دول يبقى في اسرائيل ويبقى في نظم عربيه ويبقى في عملاء محليين. تمام. وعملاء المحليين ساعات يبقوا متجنبين وساعات يبقوا بتاع وساعات يبقوا الطبعه الحاكمه وساعات يرجع يلف ويدور. ده مش هينفع ان انا اخد بيه معركة كبيرة اوقف فيها الهجمة اللي عليا، لان انا بتكمش. انا هنا في النيتو وهنا في اسرائيل وهنا في المية اللي بتجيلي وانا مهددة. احنا نحب نبقى ايه بعد كده، ولايات مثلا. يعني ده احنا ما بنطرحش الاسئلة الكبرى، احنا بنطرح ايه ده نظرية ان هي ايه هنلفقها ابرة وهنخلصها سلكة. مش هتنفع. عايز نستخدم العبقرية اللي بتاعت السلكة دي ماشي. ورينا نقدر نعمل الحاجات اللي احنا محتاجينها. الحاجات اللي احنا محتاجينها كأمة، مش الحاجات اللي احنا محتاجينها كطبقة مستنية تخلص ثورة بدري او مستنية تخلص المهام. انت مش الثورة دي. هي الثورة دي جذورها فين؟ فلما الناس اكتشفت وهي قاعده بقالها 300 سنه تحت الافف والعمم العثماني والمماليكي، بعد ما المماليك خلصوا شويه البطوله بتوع مواجهه الصليبيين والتتار، انتخوا بقى والحريم بقى والجواري والاكل والبتاع. ف الحمله الفرنسيه داخله مش لا رجاله بقى خلاص، المماليك بيتضربوا والاتراك هبط. ثوره القاهره الاولى والثانيه عمل بايه؟ يعني ممكن هو ساعتها خلاص ويركع ويستسلم. ما ركعش واستسلم وطلع بالشوم وده واتضرب وحط النقط فوق الحروف. اللي ما كانوش فاهمين يعني اكيد. بص حضرتك، في مغامر محمد علي وفي مغامر نابليون. اثنين يعني مش منتمين قوي للكيان او منتمي للمشروع هو. ونظرياته كانت ساعتها انه اللي يخشى منه مثلا هو شاف الجماهير بتاعت الثورة الفرنسية بتعمل دول الجلاليب اللي في مصر دول والحاجات والشام وبتاع، مش رايهم كده. ده خلقها فعلا مفيش اي قوه قدامه، وممكن يروح الازهر لما الناس طلع هي اكتشف حاجه مهمه قوي، ان دي مش قبائل بدائيه. البدائي والهمج هيطلع من ايه؟ يرمي طوب هيذبح واحد ويرجع تاني يجري، لانه يعني لكن دول ثبتوا وقاوموا وكتله بقى اجتماعيه، وابتدت بقى مصر تطلع ليه الاشراف وتطلع وتنظيمات الاجتماعيه والشبكه الاجتماعيه اللي تحت. الشبكه دي فيها
بطولات وفيها وسخات فيها اللي قاعد مع الـ فيها الخاين وفيها اللي بجد وفيها كل حاجه زي اي زي منطقه يعني. لازم نبص لها من اللحظه دي مش من اللحظه اللي احنا يعني يعني ده في بقى ثورتين اهم وبعد كده في ثوره 19 في احمد عرابي ثم ثوره 19 ما بداتش بان احنا نستند الجيش المصري دي بدات مطلب نقابي بس في بعد الوطني انا كظابط مصري مش عايز اتعامل اقل من الشركسي الموضوع سخن لا انتوا عبيد لا بس سخن على دي تجاربنا بس ما بين بقى ده كم مره بيجوا يضربونا يعني انا ليه اتلموا عليا ضربوني وكسر لي وحصر لي لانه يعلم ان دي امه تستطيع بتطلع بسرعه طبعا يعني الامه دي بتطلع بسرعه يعني بعد ده ضربت حامل فريزر وستات بقى بتضرب في بتاع الحلل وكده وفي قياده مش عايزينها خالص يعني مش عايزين الاستعباد ماشي بس انت عايز طول الوقت ترمي تاريخك ده وما تبنيش بيه ازاي ده انت لازم ده حلقات متواصله متصله لا. طب خالد هسالك سؤال بما انك انت استعرضت هذا الاستعراض التاريخي الجميل والسريع علاقه الفنان بالسياسه انت شايف ان الفنان لازم يبقى غارز جوه السياسه بالشكل ده هل ده بيفيده في شغله؟ طالما هو مش عارض نفسه كبرلماني او وزير بمنصب يعني وده انا مش معناه انا بقلل انا لا انا فاهم خالص انا عن نفسي كخالد النظام البرلماني ده هيخش قريب في المتحف لانه اثبت فشله في العالم كله والا ما كانش يبقى فيه احتلوا وول ستريت احتلوا لندن يعني حركات بتقول الجماهير بيها بتقول الله ده مش معقول علامه الراسماليه ده يا جماعه اشترى البرلمانات احنا بنحاول اننا نبني ف رايحين للايه للتجربه بتاعتهم للهد عندهم يعني عايز اقول كده بس ما فيش مانع ان احنا خلاص وجربناها نركز بقى مع بعض عشان احنا ينفع نبتكر يعني الأمة الفرنسية لما جت كان قبلها إقطاع عملت صار فرنسية في حاجات كده الروس عملوا حاجة وسوفيتات ولا مش عارف إيه إحنا مش قال بس لازم نبقى فاهمين إحنا مش قال عشان نبقى فاهمين إحنا مش قال يبقى لازم ناخد الشقلة دي مين يا جدعان اللي قاموا ضربونا لما جينا نعمل البتاع الأمم دي مش عشان هي أمم لأن هي الطبقات الحاكمة اللي فيها كانت بتبني المشروع ده طيب وضربنا تاني في الوقت الفلاني وفي زعيم توماس زي بطل مقاومة الشعبية في اسكندرية محمد كرم ده اللي المفروض اللي بقى الرمز مش عرابي اللي رجع اعتذر تجربته مهمة الشوية الاولانيين ما ينفيش يعني الشوية الاولانيين الواحد عمل تجربته بس خلينا نبص على كل الناس ولا نطمس حد ونسيب حد تاني بالظبط بالظبط ويبقى عندي القدرة ان انا اديله اعظم التحية باعتباره راجل قال مقاومة الشعبية وهنوقف وكنا رجالة وهنوقف وقفة رجالة وفي نفس الوقت اقول له كروس عليك لما بعت البتاع وكده عايزين ننظم الخط ده عشان نفهم احنا ليه قاعدين في بلد تقدر تبقى عظيمه وما بقتش ودخلت في تجربه تعمل طياره في الخمسينات ما عملتش واسرائيل عماله تعمل النووي واحنا يعني بيغتل لي العلماء بتوعي طب وانا ما اعرفش اختلته العلماء بتقول لي طب يبقى انا عندي مشكله علامات استفهام كتير طول الوقت بتثار واسئله ابن سيد بدير المشاد وكل ده مش عارفين ليه ومين وازاي طول الوقت عندي قضايا بقى. طول الوقت قضايا مش محلوله واحنا مش قادرين نفهم لها راس من رجل ويتم طمس الحقائق حولها طب السؤال يا خالد رأيك السياسي ده ما بيأثرش على جمهور قد يكون متفق معاك في رأيك السياسي او ضدك في رأيك السياسي وهو بتفرج عليك هقول لحضرتك انا بعتمد على لما بتقول من شوية المغامرة زي مثلا الفيل الازرق لو فكرنا الاول انه احنا هنجيب منها هتنجح ولا بتاع مش كل الافلام لازم ناخدها بنفس العقليه المغامراتيه لو انا شركه انتاج مش يعني هقول لا ما اقدرش اعمل ده في كل وقت لا واعمل سيستم اعمل سيستم ان انا افلام هتصف على افلام او مش عارف انا خالد عندي قناعات وبغير قناعات وبتاع على المدى الطويل احب ان انا
وانت يا عزيزي الذي يتابعني اشكره جدا لانه انت متابعتك ليا هي اللي بتخليني اعرف اعمل شغل. طبعا. مش بتخليني انت بتاكلني عيش. بس انك تاكلني عيش على صفقه ضمنيه وتتاكد لان انا مش هبقى للاسف مستعبد مع كل حبي ليك. طبعا زي ما مش مستعبد للطبقه الحاكمه مع اني بشتغل في سيستم واحاول ان انا اعمل فيه. لو احترمت فيا ده وانا بحاول ان انا احترم طول الوقت وما بسخرش وما احطش من اختياراتك يبقى انا دلوقتي اقبل اديني مساحه ان انا عندي اراء ربما تبقى تتفق او تختلف معها. وانا مش هقدر ان انا انافقك الحياه ومش هقدر ان انا ده حتى لو ما اكلتش عيش. يعني دي هبقى انا بس انا ده عشان اعمل ده لازم اكون انا الاول عشت فتره شوشنت فيها في الحياه وقادر ووصلت كمان لانه الحياه حلوه قوي بس بلا ما اراه يعني نخوه او كبرياء تغور. والموت يعني مش لطيف اكيد ومخيف وبتاع بس لو هو السبيل الوحيد لحفظ كرامتك طب نعمل ده ازاي وما نبقاش فنجانيه بق ان انا اتحط في المواقف واعمل كده واثبت. لو حضرتك يعني لو عايزني ان انا يعني مش هتجيلي الفيلم لان انا قلت تعليم معين والشو اللي هو بيطلع على تويتر كنت بحترمك قوي لغايه ما مش عارف ايه. والله انا ده كده. في نفس الوقت فطعم الموت في شيء ذليل كطعم الموت في شيء كريم زي المتنبي بيقول كده. طب خالد بمناسبه المتنبي معانا ايمان من لبنان. ايوه ايمان اهلا وسهلا يا اهلا يا ايمان. كيف كان؟ الحمد لله يا ايمان اهلا وسهلا. اول شيء بدي احييكم اليوم وبدي احيي استاذ خالد. اهلا بيكي اهلا وسهلا. تسلم لي. وبما انه نحن اليوم بلبنان عم نحتفل بعيد التحرير فان شاء الله انتم كمان ب 27 نحتفل نحن وياكم بانتصاركم يا رب. واستاذ خالد انا بدي احييك كثير كثير، انا كنت كثير عم تابعك على الفيسبوك وعم تابعك بالمظاهرات فيا ريت كل الناس تكون قدوه لك وتحديدا الفنانين فلانه انت القدوه للشعب. فان شاء الله يا رب يا رب ب 27 نحتفل نحن وياكم مثل ما اليوم نحن ب 25 عم نحتفل بانتصارنا على اسرائيل. انتوا كمان بتحتفلوا على الاعداء داخل مصر اللي هو 2000 مش كده؟ 2000 يا ايمان اللي هو لما رحلوا عن جنوب لما هم قالوا احنا كفايه قوي لحد كده. هقول لك على حاجه دلوقتي اشكرك طبعا وهقول لك على حاجه خاصه بده بس بعد طبعا مع لا انا بشكرك يا ايمان متشكرين يا ايمان ومع خالد اتفضل يا خالد. دعيت في اذكر هو اظن سنه 2000 2000 المهرجان جات لي دعوه بفيلم سافر مع فيلم جمال عبد الناصر نعرض في جنوب لبنان نبطيه في مهرجان الافلام السياسيه والوطنيه. فلما رحت مع الفيلم اكتشفت انه يعني انت بتعرض في مواقع عمليات يعني ايه التابة دي فوقيها الاسرائيليين تمام والراجل النائب نائب المنطقه اللي انتوا فيها اللي هو الداعينا يعني الجابر بس انا للاسف الاسم الاولاني طبعا الذاكره بس خانه هو نائب عنده بيت و يعني بيت جميل ويعرف اللبنانيه ايه نزهه قدر الامكان يعني عنده انا عارف ف البيت الجميل ده الحديقه مضروبه دب ايه فبيتضرب بقى فابتديت اعيش ايه انا الموضوع يعني انت رايح الاول كان هدفي محدود شويه لان مش شايف صوره قوي يعني هروح بقى عايز انقذ فيلم جمال عبد الناصر في الاول واروح لبنان وكده الموضوع بقى لقيت ايه طب هنعرض خلاص يا جماعه الفيلم وهتكلم وكده انا ممكن اجي يعني اعرف اكتر عن ازاي انت قاعد قاعدين لان هو الصبح بقى الحياه بتبقى ماشيه تمام قوي تمام بالليل هنبدا الشغل بالليل ده الشغل ده
مع كل اعتراضاتي وخلافي للتيارات الدينية السياسية انما هو عمل حاجة مهمة مش باعتباره طار دين سياسي باعتباره عمل جيش شعبي. انا موافقك جدا. فهلكهم الجيش الشعبي فرق كبير قوي بقى عن المنشات. احنا معانا معلش يا خالد انا اسف ناس كتير قوي عايزين يكلموك. يا اسامه اتفضل. يا اسامه معاك استاذ خالد. بس الجيش الشعبي مهم عشان احنا محتاجين هنتكلم نوسع التجربه دي عشان ماشي. نعرف ماشي. ما نضربش تاني. ماشي يا اسامه اتفضل. الو اتفضل يا اسامه معاك الاستاذ خالد. الو استاذ خالد يا حضرتك. يا اسامه احنا ايه كلمناك في وقت مش مناسب ولا ايه؟ ليه بقى اوبر. اهلا وسهلا يا حضرتك. اهلا بيك يا حضرتك. اهلا وسهلا. عايز تسال استاذ خالد يا اسامه؟ استاذ مش هساله والله. كنت عايز اقول له يوصي الشعب كده. الناس بتحبه اكيد. عايز يوصي الشعب كده بعد الانتخابات يشتغلوا بضمير كده ويحاولوا ان هم باذن الله يحسنوا البلد عشان الناس صراحه بحس ان هي مش فارقه معاها. وصلت الرساله يا اسامه شكرا. تمام تمام. معانا سحر. ايوه يا سحر. الو مساء الخير. مساء الخير يا سحر. انا بمسي عليكم انتوا الاثنين بما ان كل واحد فيكم رائد في مكانه. الله يخليك. الله يخليك. مساء الخير. مساء الفل. بما ان بعد كل ثوره من الثورات اللي احنا سمعنا عنها في العالم هناك يا اما سقطه مسرحيه وسينمائيه او سقطه فنيه ثم بعدها نهضه. وانت الاب الشرعي ليك طبعا هو المسرح كلنا عارفين. تمام. انت فين بقى من المسرح اللي احنا عايزينه ينهض تاني على ايد الكبار جدا الموهوبين جدا النجوم اللي يقدروا يتحكموا في العالم. شكرا يا سهر. هيرد عليك خالد. يا خالد قول معانا ماهر اخر تليفون عشان استاذ خالد يرد. ماهر. ايوه اتفضل يا ماهر. ايوه 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 يا ماهر سامعينك. الو سامعينك يا ماهر. ايوه ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فضلك اكلم خالد. الاستاذ خالد مع حضرتك اتفضل يا استاذ ماهر. اهلا. انا انت بتتكلم في موضوع النهض السينما. انا شايف ان نهضة اي حاجه ثقافيه في مصر تقوم على اصول الثقافه. تمام. انتشار اصول الثقافه في كل انحاء الجمهوريه. تمام. في كل القرى تمام. كل الاجزاء دي. تمام يا استاذ ماهر. شكرا يا استاذ ماهر. الإجابة سريعة بقى يا أستاذ على النهضة المسرحية. النهضة المسرحية و أصول الثقافة. أصول الثقافة تمام. والجيش الشعبي. الحرب الشعبية أو الجيش الشعبي وكل واحد هيقدم إيه في الفترة ماشي. اللي جاية. صح كده؟ قدامك يا أستاذ خالد دقيقة. ده جميل قوي لأنه الحقيقة إن الأربع محاور دي هتدخلنا الميدان من شوارع مختلفة. تمام. يعني كده احنا ممكن نبقى يعني ايه على موجة واحدة. الحرب الشعبية وكل واحد يقدم ايه والنهضة المسرحية واصول الثقافة معناه كل واحد فينا هيعمل يعني هناخد قرار. احنا مش عندنا مرحلة هي حاسمة وفصلة. عظيم. بغض النظر عن قرارنا في البتاع هنحترم الايه اللعبة شوية. شوية عشان احنا مش هينفع اصلنا احنا ماشيين في خلال سنوات الثوره اكتشفنا ان احنا ممكن واحنا بنتخانق مع بعض بنكسر الجامع والكنيسه والحته العلميه والمتحف المصري وكل حاجه. فاحنا مسؤولين كل واحد فينا مسؤول كل واحد فينا مسؤول. فاحنا عاوزين نبقى من القدره بان بحيث انه نطرد على مرحلة على بتاع على الناس بقى اللي هتيجي تفكر وبتاع كلنا قادرين على اننا نبقى عند اللزوم جزء من الجيش الشعبي. جزء من الجيش الشعبي. احنا عاوزين في رأيي انا 50 مليون ده ماليش دعوة دلوقتي حالا انا ما عنديش الفرصة ان نعمل ده لكن انا عندي نموذج قدامي معادي ونموذج حليف. الاسرائيليين لما دخلوا المنطقه جنوب لبنان البقاع الاول لما جابوهم هم اصلا في الحكايه هم يعني ايه ده عدوي لكن انا في نفس الوقت لازم ابقى منصف واقول انا الجدع ده عدوي ده عمل حاجه كويسه قوي لنفسه الادام عشان ايه الادام
يسكت استنى لا 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 يعني مش سامع اه لا لا يعني وصل الفكره كل واحد في العصابات الصهيونيه اللي كنا بنقولها آه. لما جم يعملوا البلد بتاعته برعايه الاستعمار ولا ماشي مفهوم بس الاستعمار قال له بص انا مش هموت لك انا مش هموت عندي هموت عندك الانجليزي والامريكاني انت هتقدم البتاع قال له اقدر هتقدم كل مواطن عنده سلاحه خالد انا اسف ان الوقت دخل علينا وانا عايزك حلقه تانية لان انت القعده معاك ما بتجيش منها بجد انا بشكرك عايزني اجمل ده ولا نحملها على نحملها على حلقه ثانيه انا بشكرك يا خالد جدا جدا مستنيينك في رمضان في تفاحه ادم دور مميز ومختلف خالص لخالد الصاوي بنشكركم وتصبحوا على خير نشوفكم بكره ان شاء الله Thank you.